أسرة سودانية رفضت إن إحنا نتكلم باسمها كأسرة سودانية بس، قالت إحنا كمان مصريين طالما عايشين على أرض البلد دي. أسرة وصلت من 3 شهور في ظل الأزمة السودانية الحاصلة في السودان منذ أشهر، ويا رب بنتمنى إنها تنتهي وترجع الحياة إلى طبيعتها في السودان. معانا من القاهرة أسرة حضرتك طبعا، موجودة معاكي بنتك ومعايا إيدي أخوي، بنتي أفلام يا أخوي سهى. موجودين في مصر من امتى؟ والله لان احنا الشهر الرابع موجودين. في جيتوا امتى بالظبط، او تحديدا في الظروف اللي حاصله حاليا، ولا بعيدا عن الظروف؟ لا انا جيت كتير، لان جيت اكتر من مره في القاهره، لكن حاسه جيت بظروف الحرب، لان اساسا بتربطني علاقات بالمصريين. وباقي اسرتك اول مره يجوا مصر ولا سبق ليهم الزياره؟ اول مره ينزلوا مصر. انطباعكم عن مصر؟ بعد طلوع مصر حلوة جميلة صراحة، يعني ما بنحس بغربة انه قاعدين في مصر، فهي اول بلد الواحد بيفكر فيها انه يروحها، يعني حتى ما خطر اصلا للسوداني انه يروح بلد غيرها. حسيت انكم في بلدكم التاني فعلا؟ هو فعلا بتحس بكده، يعني ما بتحس انك انت غريبة او بعدتي كثير من السودان. قوليلي الناس استقبلوكم في مصر ازاي؟ ما شفنا منهم حاجة وحشة، يعني في السوشيال ميديا صراحة انه كان بيقولوا انه لا السودانيين ما يجوا كده، لكن في الواقع انه ما لقانا حد قال لك كلمة سيئة. او يعني انت شايفة ان السوشيال ميديا احيانا بيروج لأكاذيب، لما جيتي مصر اكتشفتي انه الحقيقة غير كده؟ لا فعلا صح، يعني كل اللي بيتقال في السوشيال ميديا ما شفنا منه حاجة في الواقع. لقيتي في مصر ايه اول ما جيتي؟ التعامل جميل جدا، يعني ما في مضايقات، ما في، يعني ما حسينا بانه اصلا احنا غريبين او كده، لا الناس مبسوطة بجد يعني عكس اللي بيتقال. قولي لي المعامله اللي بتتعامليها في الشارع، وقولي لي ازاي انت بتمشي بمنتهى الامان، شايفه ان في امان في مصر وفي الشارع بيخليكي مش خايفه من اي حاجه؟ لا في امان، في امان في المركبات، في امان في الطلبات لما اغسل الجيبه، في امان لما يجي يخدموك داخل الشقه، في امان في نكون بنمشي احنا الساعه 2 الساعه 3 بنحس بامان كامل، ما في زول قاعد يضايقنا ولا بحسسنا باننا غرباء في الشارع في 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 المنطقه دي. عملت انا المصريين تعامل راغي جدا. حضرتك اول مره تيجي مصر وانا عارفه انك مكسوفه شويه تتكلمي، بس قلتي لي قبل التسجيل انك انت منبهره باللي شفتيه في مصر. والله طيبين شديد، والله طيبين، ومصر حلوه شديد، والله حتى المعامله بتاعتهم حلوه شديد. ما حسيتيش انك في غربه؟ لا والله حلوه شديد. دايما اكيد هيكون ليكي حنين لبلدك التاني، بس بنقول انك لو في بلد الوضع فيها صعب او مش مرحب بيكي بيبقى الامر صعب عليكي. ايوه صح. لكن انا انت قلتي لي قبل التسجيل ان المعامله اللي شفتيها في مصر خليتك شويه مطمنه وحاسه انك في بلدك. والله مطمنه شديد فعلا، اهلها طيبين شديد ومعاملتهم حلوه. حاجة كنت عايزة تقولي رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقلتي قبل التسجيل ان هو وعد واوفى بانه جعل مصر بلد ووطن لكل الناس. والله انا اشكر عبد الفتاح السيسي، يعني ما يعني ما تخذلنا، هو احنا جينا واستقبلونا ودخلنا اغلبية السودانيين، يعني اي لو كانت في مضايقات في المعابر او شيء دي حاجات امنيه هم اقربيها، لكن كزول موفق اوضاعه وجا دخل جوا البلد لقى كل الترحيب ولقى كل الاحترام من الحكومه ومن الشعب ومن كل الخدمات. انا اشكر جزيل الشكر. احنا اللي بنشكرك، شكرا على استضافتك لينا في بيتك في مصر، وانت دايما ضمن اهلك وموجوده ضمن المصريين اللي بيعتبروا ان السودان ومصر يد واحده وشعب واحد في كل المحن وفي كل الازمات. ونتمنى يا رب يا رب ان الاستقرار للسودان في اقرب وقت، وتعود الحياه لطبيعتها من جديد، وان شاء الله باذن الله ترجع الحياه لطبيعتها والاستقرار لشعب السودان الشقيق. شكرا متابعين تلفزيون اليوم السابع، كنا من منزل اسره سودانيه على الاراضي المصريه، او اسره مصريه حابه انها تتكلم باسم المصريين لانها شايفه انها موجوده في بلدها الثاني وفي وطنها مصر.